تساهلت معاكم كتير، لكن كل لحد السندوتشات ونقف. انا مش هلمس الكوره الا ما اعرف السندوتشات والسائق على مين. اسمح لي، انت كده بتغالي في مطالبك يا كابتن. انا بغالي يا باشا؟ غيري بيطلب اجره الترولي رايح جاي، غيري بيطلب فانيلتين وثلاثه، غيري بيطلب شرطات وجزمه كاوتش شغل بره. لكن بس لو تصبر علينا شويه، احنا بنمر بفائقه ماليه. اصبر اكتر من كده؟ انا لعبت للنادي 42 سنه، اخدنا الدوري كم مره؟ على ما اذكر مرتين. عمر حد فيكم اختشى على دمه واداني بريزه زياده في حين لعيبه النوادي التانيه غرقانه في النعيم؟ ايشي رحلات للقناطر الخيريه؟ ايشي تذاكر لحفلات الشيخ سلام حجازي؟ ده غير بواكي الصابون المبصور واكياس الحلويات وبراغيث الست. انا عمري طلبت حاجه في الواقع؟ لا. يبقى انا الاول. من هنا ورايح عاوزيني العب؟ اجهزوا بالسندوتشات والسائع واجره الترولي رايح جاي. لكن ده كتير قوي يا سيدنا الافندي، احنا ما كناش بننتظر منك ابدا المعامله البطاله دي. كتير؟ طب اسمع الخبر الصادم. ايه كمان؟ اكتب عندك يا استاذ حفظي بكل ممنونيه ان الكابتن زلط النمر مش هيعتب الملعب الا ما النادي يقدره ويجيب له عجله. لكن ده تعجيز. فليكن ما يكون. مساء الخير. مساء الخير. لو عصتوني في حاجه كلموني على التلفون. على فين يا كابتن؟ اعصابي تلفانه، هروح اريح اعصابي شويه في حمامات حلوه. مساء الخير. مساء الخير.